بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة فاتحة مقنع محامية بهيئة مكناس وكذلك نائبة برلمانية سابقا وكذا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، نتقدم بالشكر الجزيل لهذه الخلية الجهوية بمحكمة الاستئناف لإعدادها هذا اللقاء اللي كان تحسيسي بامتياز. والمناسبة شرط هو أنه بمناسبة الحملة التوعوية ضد العنف ضد النساء، إذن لمحاربته وتحت عنوان الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. صحيح لا بد من إشراك الشباب إناثا وذكورا والرجال والذكور بصفة عامة، شباب وكهول و شيوخ، لأنه حين يساعد الرجل في محاربة العنف ضد النساء تكون مقبولة منه أكثر مما إذا كانت النساء، لأنه كعنوان لقانون 103/13 يقولون لماذا هذا القانون للنساء وحدهن، في حين أن هذا القانون عنوانه لا يفي بما هو باطنه، لأن حتى رجعوا للفصول كنلقاو كيشمل المحاربة ديال العنف ضد النساء وأيضا ضد لمحاربته ضد الأطفال، وأيضا نجد أيضا الذكور، نجد أيضا الرجال، لأن مثلا الفصل اللي تجرم ديال الإرجاع مطرود إلى بيت الزوجية راه يشمل الذكور كما جاء في مدونة الأسرة، كيشمل حتى الذكور ويشمل الإناث على حد السواء. إذن راه قانون جاء جامعا مانعا، ولكن العنوان، لأنه شكون الطبقة الهشة؟ شكون الطبقة الضعيفة؟ هي تلك المرأة. وعلاش كنقولوا المرأة؟ لأن حين نقول المرأة لأنها هي نصف المجتمع أو يزيد حسب الإحصائيات، والطائر لا يطير بجناح واحد، لابد من الجناحين معا. ثم أن هناك بالنسبة للمرأة هي المجتمع كله، لماذا؟ لأنها هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي، لأن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع. حين تكون المرأة في وضعية مريحة تكون الأسرة في وضعية مريحة، ويكون المجتمع أيضا في تلك الوضعية المريحة. وخطاب جلالة الملك، أول خطاب جاء لجلالته هو في 20 غشت 1999، وكيف أنه نتكلم على تقدم الدول ونتكلم على تقدم بلادنا والمرأة تعنف والمرأة تهان، هذا لا يمكن. وكذلك في رسالته، في خطابه، في الرسالة اللي قراها وزير العدل في 2015 في اللقاء منتدى الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان اللي احتضنته مدينة مراكش، كانت تلك الرسالة نسائية بامتياز، وذكر ما أتى به الدستور 2011 من أجل التحتيت على المساواة، الفصل 19 من الدستور صريح، وأيضا المناصفة التي ستسعى الدولة إلى تطبيقها إن شاء الله. إذن هذه كلها لماذا؟ لأنه حفاظا على المجتمع المغربي، لأن الأم هي الأولى بالنسبة للأسرة، هي التي تربي الأبناء وهي التي يجب أن تكون في وضعية مريحة كما قلت.